السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي قناة طرز رشا. جيت بفيديو جديد اللي هو إن شاء الله غادي يكون درس خامس بالنسبة لتعلم الطرز الرباطي. غادي ندير واحد مجموعة ديال الوريضات، غادي نخدم كل وحدة والطريقة ديالها باش كتخدم. المهم تبعوا معايا إن شاء الله الفيديو حتى الآخر، راه غادي ينفعكم بزاف بزاف، وانتو كلوا على الله على بركة الله. أول حاجة غادي نشرح لكم هاد الوريدة هادي كيفاش كتخدم. هادي كنخدموها بالجنب، يعني فيها تقريبا تيكونوا فيها ثلاثة ديال الأشكال. غادي نخدمو بالجنب كيف ما كنشرح لكم في الفيديوهات السابقة. كنقول لكم بأن الورادي كيتخدمو بالجنب، يعني كنخدمو هادو هما الأولانيين، الوردة اللي على اليمين والثانيه اللي على اليسار، عاد كنقلبوا المرمه وكنمشيو مع نفس الاتجاه باش خدمنا الاولانيه. هذه ان شاء الله غادي نخدموها بالطعمار، يعني غادي تكون بالطعمار، وغادي نخدم وحده ثانيه بشكل اخر غادي تكون خاويه من الوسط، وكاينه وحده كتخدم بالطريقه ديال التحرك ديال المرمه، يعني فيها عده اشكال. ان شاء الله تبعوا معايا الطريقه الاولى. كيف ما قلت لكم هاد الورده تكون مقابله مع اختها باش تجيكم الوردة مفينية وتجي زوينة. بسم الله. مني كنبغو نبداو كنرققو كما العادة، كنجيو من الوسط، من نقطة البداية كنمشيو كنطلعو بالعرض بالجنب، كنعرضو غير شوية ماشي بزاف، وعاد ومني عفوا ومني كنبغوا نطلعوا كنقوسوا، كنديروا بحال اللي غادي نقوسوا، حنا كنحركوا يدينا غير بشويه. وكنشدوا داك العراض ما تنطلقوش، كنخدموا به وكندوروا، يعني كنديروا بحال اللي كنقصوا. شفتوا معايا طريقة سهلة. غنخدم الثانية، شفتو معايا كي كتجي؟ كتجي تبارك الله نقية ومقادة الا خدمتوها بهذه الطريقة اللي قلت لكم. كندورو الا غادي نخدمو الثانية ديما تنقابل وحدة مع الاخرى. كنبغيو نديرو الثانيه كنجيو بنفس الطريقه، كندورو كيف ما قلت لكم، كندورو المرمه، يعني حنا كنتحكموا في المرمه، وكنجيو حتى لهاد القند هذا وكندخلو في الحاشيه ديال الاولانيه في الجنب ديالها، ما ندخلوش فيها بزاف. هذه هي الاتجاه، هذه هي اللي مقابله معها كما كتشوفوا معايا، راه وحده كتكون مقابله مع الاخرى، واخا ديروا حتى 8 راه كتكون وحده مقابله مع اختها. شفتوا انا غادي نخدم السادسه، البنات تحكموا في المرمه، شدوها مزيان بحال دابا الا كنتو غادي تخدموا الحاجه ديال التعمار، ورقه ولا شي زواقه ديال التعمار، ديما تحكموا بهاد اليد هادي، شدوا المرمه من هنا، شدوها من هنا باش تحكموا فيها، وهاد اليد حتى هي كتحكموا فيها كتحطوها غير شويه، يعني ما كتقلوش على المرمه باش ما تحبسش لكم، باش ما تاكلش لكم الخدمه. كتجيو هادي البنات راه كنخدموها في الطرز بلدي، يعني الا كانت عندك طريزه بلديه بحال لي ناب بحال لي زور بحال القمصان ديال الدار، حتى هما كنخدموهم بهذه الطريقه هادي دوك البلديين.
ملي كنساليو كنديروا واحد السطيمه، واحد السطيمه صغيره كنديروها هنايا في الوسط. شفتوا معايا راه كتجي مفينيه. نخدم معكم الطريقه الثانيه. هذه درت فيها 8 ديال الاجنحه. كيف ما قلت لكم غادي وحده مقابله مع الاخرى، راه واخا ديروا حتى 10 ديما وحده مقابله مع اختها، وكتدوروا المرمه وكتقابلوا ثاني وحده مع وحده باش تجي كيف ما قلت لكم الخدمه تكون متقونه. هذه غادي نخدموها خاويه، غادي نخدمو بنفس الطريقه باش خدمنا الاول في الاول. هذه غادي نخدمو غنجيو من نقطه البدايه وحنا طالعين وحنا كنرققوا وحنا كندورو في المرمه غير شويه، كندوروها بواحد شويه وكنديروا داك بحال داك القوس بحال ديال التشناف وكنمشيو بالعرض وحنا نازلين وكنرققوا. كتجي خاويه، ممكن انك تعمريها بالزمرد، ممكن تخليها هكاك يعني على حسب. بسم الله. ملي كنبغيو نجيو نديرو هاد القوس هذا كيف ما قلت لكم راه داير بحال ديال التشناف، كنخرجوا شويه يعني كنخرجوا كنمشيو عند الليمن كنخرجوا شويه باش تجينا ديك التقويصه زوينه. شفتوا معايا انا غادي نقابل ثاني وحده مع اختها. غنقابل الاخرى مع اختها. البنات واحد النصيحه، ملي كتبغوا تخدموا هاد الورده هادي اول حاجه كتخدموها بطريقه كتترشموها عفوا بطريقه صحيحه، حيت الا ترشمات عوجه ولا كانت هكا يعني بالراس ما تكونش بالراس، خاصها تكون هكا دايره. رشموها فوريقه، بالنسبه للبنات المبتدئات رشموها فورقه عاد حطوا التيكربون عاد رشموها باش تجي لكم مقاده. ونمشيو ديما ملي كنبغيو نخدمو كنخدمو الاولانيه وكنبغيو نخدمو الثانيه كيف ما قلت لكم كنجيو على الحاشيه ديال هذه يعني في الوسط ديال هذه باش تجينا مفينيه. كنسدوها بسطيمة كما درنا لهادي غنديروها لهادي. كيفما كتشوفوا معايا راه كتجي زوينه تبارك الله. غادي نخدم معكم شكل اخر، نتمنى ان شاء الله يكون الشرح واضح. بالنسبه لهاد الوريده هادي راه حتى هي كتخدم باشكال يعني تبارك الله عندها بزاف ديال الطرق. فيها الطعمار، فيها بحال هاد الطريقه هادي يعني كتخدم بشكل اخر. غادي نخدم معكم بالطعمار هو الاول وندوزو للشكل الثاني. بسم الله. كيف ما قلت لكم هادو ديما راه كيتمشاو وحده قبل ما اختها. هادي ملي كنبغيو نبداو كنطلعوا بالرقيق كنمشيو حتى لهاد القنت هذا طال الوسط وكنمشيو مجنبين باش تجينا مجنبه وطالعه بحال هكا يعني مقنطه، ونهبطو ونجيو حتى لهاد الوسط هذا ونرجعو تاني بالرقيق يعني تجينا رقيقه شي شويه من الجنب. ونمشيو بالتعمار. شفتوا معايا كيفاش كتجي وريقه عامره بالخطفه. كنخدمو اللي مقابله معاها
معايا كي كتجي كندورو ثاني المرمه وكنخدموا وحده مقابله مع اختها وبنفس الطريقه. كنخدمو على الحاشية ديال الأولانية كنفينيوها بالسطيمة الوسطانية. كيف ما قلت لكم راه كتجي متقونة، كتجي تبارك الله زوينة، كتجي في اي رشمة، يعني بيتو تخدموها في كيف ما قلت لكم يزور ليناب سريبتات، يعني كتمشاو على حسب الطريقة باش بيتو تخدمو نتوما هي الرشماية. انا غادي نعاود واحدة اخرى هاد الوريق الوريد عفوا الورقه كنخدموها مجنبه، كنمشيو كنخدمو بالجنب، يعني بحال دوك الوريقات اللي كنت درت لكم في الدرس كنمشيو مجنبين بحال هكا حتى كنوصلوا للفوق وكنرجعوا ثاني من التحت وكنخدموا حتى كنوصلوا للقنت ديال الراس ديال الورقه وحده مقابله مع اختها. صافي وكنحبس. ديما هاد الخرجه البنات خصكم ديروها باش يكون عندكم داك الراس ديال الورقه يكون زوين، باش حتى الا خدمتوا الورده تجي كل ورقه وعطيها الراس ديالها. راه هاد الطريقه البنات راه زوينه، كتجي زوينه، ومني كتبغوا تخدموا هاد الورقه هادي راه كتحركوا المرمه كتديوها وكتجيبوها، يعني كتمشيو بهاد الطريقه هادي. كنرجعوا للجنب الثاني ملي كنبغيو نساليو ملي كنبغيو نوصلو لهاد القنت هذا الراس ديال الورقه تنحاولوا نقصو شي شويه وكندخلو لداخل ديال الورقه ونحاولوا نقصو من العراض ونجبدو ديك الخطيفه، ديك الخطيفه ندخلوها في هاد الراس هذا. شفتوا معايا؟ راه المرمه كنميلوها شويه ما كنميلوهاش بزاف. كنخدمو ثاني وحده مقابله مع الاخرى شفتوها، كنميل ثاني المرمه وانا طالعه وكنميل كندور ثاني المرمه وكندير وحده مقابله مع الاخرى. البنات ديما كنوصيكم كنقول لكم ما تخافوش من الماكينه وما تخافوش من المرمه، تعاملوا معها عادي.
كنسالي وكنديرو نخدم معكم طريقة أخرى. بالنسبة لهاد الورقة هادي غنديرو العكس، غنخدمو لي جيتنا وغادي نخدمو لي قبلتنا، غنخدموهم هما اللولانيين، غادي نخدموهم بطريقة عادية، يعني ورقة عادية. كتجي انفينيا، غنخدمو وحده مقابله مع الاخرى، يعني بالاتجاه ديالنا. شفتوا معايا الطرق ديالهم؟ راه الطريقه ديالهم ساهله، ما فيها حتى شي حاجه اللي هي صعيبه. بالنسبه لهاد الوريده هذه فيها حتى هي شكل اخر، غنخدم معكم واحد الربعه، حتى هي كتكون مجنبه بحال هذا الشكل هذا. ملي كنبغيو نخدموها كنميلوا المرمه، كنميلوها شويه، يعني كنديروا وحده على اليمين وحده على اليسار كيف ما شرحت لكم من قبل. ملي كنبغيو نبداوها كنميلوا وكنمشيو وكنحركوا المرمه بهذه الطريقه هذه، كيف ما قلت لكم تحكموا في المرمه بيديكم بهذه الطريقه هذه باش تحكموا فيها. شفتوا معايا؟ غادي نخدم عفوا اللي قبلتها، غادي ندور وغادي نخدم ثاني وحده مقابله مع الاخرى. وانا كنميل في المرمه، عندي ليها وصفه الطريقه ديالها كتجي زوينه وكتجي سهله، ما فيها حتى شي حاجه اللي هي صعيبه. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يفيدكم ويكون الشرح واضح. ان شاء الله انتظروني في تتمه ديال هاد الوريدات هادو، ان شاء الله غادي ندير عليهم فيديو. والسلام عليكم ورحمه الله.